قدم النجم بهاء سلطان عددا من أشهر أغانيه، منها يومين وعدوا ويلي ماشي وبوسة وقلبي أناني، وذلك في الجزء الثاني من الحلقة الخاصة في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة الإعلامية إسعاد يونس للاحتفال بليلة رأس السنة. وكشف بهاء سلطان أنه لم يكن يحلم بقرب جمهوره منه لدرجة كبيرة، لكن ذلك ما حدث بالفعل، خاصة بعد ظهوره في برنامج صاحبة السعادة لأول مرة بعدما انقطع فترة طويلة عن الجمهور، وذلك بسبب أزمته مع شركة الإنتاج التابع لها. وأشار بهاء إلى أنه من بعد ذلك الحلقة تغير الكثير من الأمور وشعر بحب جمهوره أكثر. كما كشف بهاء سلطان عن إيجابيات 2020، منها أنه أتم حفظ القرآن، مشيرا إلى أنه وجد أن جمهوره أحب تقديماته للابتهالات، لذلك حاول أن يكسر من إلقائها. وكشف بهاء أن قصة اعتزاله التي انتشرت على السوشيال ميديا منذ فترة كانت مجرد سوء تفاهم بعدما قابل أحد الشيوخ، لذلك أوضح الأمر من خلال صفحته على الفيسبوك. واستغلت إسعاد يونس الفرصة وطلبت من سلطان تقديم ابتهال خلال الحلقة. وعلى جانب آخر، كشف سلطان أنه يتمنى تقديم المسرح الغنائي، لكن أزمة عقده مع شركة الإنتاج التابعة لها تمنعه من التفكير في الكثير من الأمور، لذلك عرضت عليه إسعاد يونس أن يقدم أوبريت غنائي من خلال صاحبة السعادة، فأكد سلطان أنه يتمنى ذلك. كما تحدث بهاء عن علاقته بأبنائه بأغانيه، حيث قال: مش بيحبوا الأغاني بتاعتي قوي، يعني بيجاملوني وبيحبوا يسمعوا الحاجات الجديدة والمهرجانات،